بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على حضوركم. حقيقة نظن باللي المباراة الآتية هي الأهم، لأن دائما في كرة القدم الآتي هو الأصعب، وهذه حقيقة لأن مولودية وهران فريق لا يستهان به، فريق اللي منسجم منظم خاصة يعني خارج القواعد نتاعو، عنده مدرب اللي يعرف مليح البطولة الجزائرية ويعرف يتفاوض خارج الديار. بعد الفوز الأخير اللي كان يعني طعمه خاص لأنها هي مباراة محلية، ولكن يبقى إلا مباراة 3 نقاط للرصيد، ولكن مطالبين بالتأكيد يوم السبت، وهذا الشيء اللي صعب، يعني الظرف قصير باش نحضروا هذا المباراة، لأن في ظرف 3 أيام يعني من الصعب استرجاع يعني الطاقة البدنية وحتى الذهنية، خاصة الذهنية تاع اللاعبين، ولكن الحمد لله عندنا تعداد ثري، عندنا 20 لاعب كلهم قادرين يدافعوا على ألوان المولودية، وإن شاء الله رايح نبقاو يعني يومين من قبل المباراة، عندنا الوقت باش نخيروا أحسن اللاعبين ونشوفوا يعني التغييرات اللي لازم تكون ولا التوليفة اللي لازمها تكون أمام مولودية وهران. السلام عليكم كوتش محمد قرشي تلفزيون النهار. السيد بن لغيز انطلاقه مثاليه يحلم بها اي مدرب في اي فريق. فوزين اولا امام الشباب الصغراء والدربي الكبير اتحاد العاصمه، عفوا طعم الفوز لدى الانصار وحتى ربما كل عاشق لفريق مولودية الجزائر. كنت شفنا في الندوات الصحفيه الاولى كنت ربما متحفظ في ربما اللاعب حول اللقب او بامكان مولودية الفوز باللقب هذا الموسم، لكن معطيات اولا لا مباراة متأخرة 3 نقاط على المتصدر شباب المزداد، مباراة متأخرة مباراة باردو ومباراة أخرى من مولودية وهران ستلعب هنا في ملعب 5 جوية. هل بن لغيز اليوم يمكن له القول بأن مولودية حقيقة ستلعب من أجل اللقب؟ أولا الحمد لله رب العالمين على التوفيق هذا، لأن الفضل يرجع ربي سبحانه، وكل يعني المكونات النادي من لاعبين، طاقم فني، طاقم إداري، طاقم طبي ولوجستيكي، نشكرهم كثير على المجهودات اللي راهم يبذلوا فيها، وخاصة يعني أن اللاعبين ساعدوني كثير في البداية نتاعي، نشكرهم كثير لأن سهلوا لي الأمور وكان يعني عندهم نفس الرؤية وعطوني الوقت الكافي باش ندخل هذا الشيء، يعني اللي خلانا اليوم حققنا هذه النتائج. ان شاء الله نتمنى ونكملوا هكذا، ولكن تعرف كرة القدم اي نادي معرض لأي نتيجة سلبية وإيجابية لازم الحيطة والحذر، ما هي إلا بداية. احنا اليوم شعارنا أننا نمشي مباراة بمباراة، الكلام على اللقب يعني مازال بعيد شوية، نتكلم على اللقب في شهر أفريل إن شاء الله، ولأن الألقاب تربح في شهر ماي، نتمنى ان شاء الله من الافريل نبقاو دائما يعني مع الكوكبه ودائما نطارد الرائد ونمشيو يعني مباراه دائما دهنيه الفوز، وكل مباراه ندخلوا من اجل النقاط 3، ولكن هذا الشيء ما راحش يكون سهل، راح يكون صعيب، لان المنافسه شرسه بين 5 أو 6 نوادي اللي عندهم خبره، اللي عندهم لاعبين، عندهم كل الامكانيات. ان شاء الله احنا اليوم نحافظ على هذا الديناميكيه، وكل مباراة نعاود يعني نأكد هذه الاستفاقة. نطلب من ربي إن شاء الله يوفقنا في هذه المباريات، ودائما نخليو أرجلنا على الأرض ونمشي مباراة ونحترم كل الفرق، ودائما 90 دقيقة هي اللي تفصل بين النوادي. السلام عليكم. في هذه الجانب مع بعض المدربين السابقين سواء المولودية أو الاتحاد العاصمة أكدوا على أن المولودية هذا الموسم قد تمت أحسن لقاء لها من الجانب التكتيكي ومن جانب الدفاع البدني، هل كانت لك نفس النظره في هذا الشيء؟ عوده عبد المعدنون جابو، عوده عمار بوردين الى مستواه، عوده حراد من العقوبه، وسط ميدان اصبح ثري الان، الانصار يحلمون برؤيه هذا الثلاثي في فوق ارضيه الميدان في اعلى مستوياتهم. كنت قلت في مباراه قبل اتحاد العاصمه، قلت بان كل مباراه عندها خصوصيتها، عندها طريقه لعبها، هل من الممكن رؤيه هذا الثلاثي بالاضافه الى ربيعي، بالاضافه الى مستوى المؤدب الذي لقي الانتقاد الانصار، لكن اخصائيين او الاختصاص في كره القدم اشادوا بالدور الكبير يكون في ارض الميدان، هل يمكن قول ان هذا شيء ايجابي للفريق، وهل من الممكن رؤيه الفريق برؤيه عناصر في ارض في التشكيله الاساسيه وفي قمه مستوياتها في المستقبل؟ والله نظن اول نقطه اللي لاحظتها واللي نشكر عليها اللاعبين كثير،
هي الروح القتالية اللي ظهروا بها في هذه المباراة وحتى في مباراة الثورة ولو كان في الشوط الأول وخاصة في مباراة الرجاء. يعني بكل صراحة كانت عندهم إرادة كبيرة فوق الميدان، كانت روح قتالية، شفناهم اللي ضحاوا من أجل الألوان، يعني أدوا مباراة بطولية. أما بصراحة من جانب التكتيكي من جانب فني عندنا يعني قادرين نتحسنوا أكثر بكثير من هذا المستوى، لأن طموحنا كبير وهذا الشيء ماوش في 15 يوم يعني او ظرف 3 اسابيع اللي راح نوصلوا لهذا التوليفه، وخاصه التنظيم التكتيكي فوق الميدان، وين في استرجاع الكره لازم نتحسنوا، في الهجمات السريعه لازم نتحسنوا، حتى في الهجمات يعني اللي حابين نكونوهم يعني في المستقبل تطلب عمل جبار. ولكن أكبر شيء أننا لازم نتقدموا كثير في الجانب التكتيكي اللي هو مهم جدا في أعلى مستويات. أما بالنسبة للاعبين يعني بصراحة اليوم اللاعبين حقيقة كاين في مستوى 100%، كاين اللي مازال بعيد على المستوى تاعه، نعرف اللاعبين واحد بواحد، نعرف المستوى تاعهم الفردي، وعندما يكونوا جماعيين قويين نظن بلي راح يكون الفريق في المستقبل راح يكون أحسن وراح يتحسن من مباراة لمباراة من جولة لجولة. المهم اليوم أننا نحافظ على هذا الديناميكية، نحافظ على هذه التوليفة، ولازم عمل كبير ينتظرنا خاصة في الحصة التدريبية، خاصة يعني في الطموح تاعنا اللي راه يكبر من جولة لجولة. ولكن المدير مازال بعيد على المستوى اللي نتمناه أنا واللي راني يعني نطمح من أجله. بعودة ثلاث لاعبين حراج وجاب وعمر بوردي مستواهم، طرحت سؤال حول هل يمكن رؤية هذه الثلاثي مع ميلو دربيعي في الخطة القادمة؟ برغم أن قلت قبل مباراة اتحاد العاصمة قلت أنه كل مباراة عندها خصوصيتها، هل يمكن رؤية هذه اللاعبين في تشكيلة أساسية في تشكيلة واحدة؟ أكيد ممكن رؤيتهم في تشكيلة أساسية، ممكن رؤيتهم في الشوط الثاني، ممكن رؤيتهم في 30 دقيقة الأخيرة، كل شيء ممكن، لأن كل مباراة عندها المفاتيح تاعها. اليوم لازم نبني على الشيء اللي موجود اللي بنيناه يعني في هذه الثلاث مباريات من الرجاء لشبيبة الثورة حتى يعني لقاء اتحاد العاصمة. ولكن عندما يكونوا واجدين 100% راح نشوفوهم، إذا كان واحد منهم ناقص ولا اثنين ما راحش نشوفوهم. يعني الحقيقة واضحة في اللاعبين راهم واعيين، وكل شيء يخرج من التدريب، كل شيء يخرج من الانضباط، كل شيء يخرج من الإرادة تاع اللاعبين. إن شاء الله هم يعرفوا يعني العقلية والذهنية، لازم بدل مجهود كبير في الميدان باش تكون اولا في قائمه 18، ومجهود مضاعف باش تكون يعني في بين 11، وهذا هو الشيء اللي اليوم اللاعبين راهم استرجعوه وراهم يعملوا من اجلهم، وراني نشوفهم في التدريبات الحمد لله لانهم مجتهدين متبرين في التدريبات، راهم يخدموا، كل واحد يخدم من اجل انه يكون في القائمه اولا قائمة 18، وراهم خلاف يكافحوا من اجل مكانة اساسية. مساء الخير كوتش شفيع سعدي من قناة صباح الجديد. اذا في اطار المباريات الاخيرة خاصة المباراة التي جمعتكم مع ابناء سوسطارة، لاحظنا انه الفريق من جانب الهجوم كان في ارتباكات إن صح القول، كانت فيه ثلاث هجمات مترددة إلى أن تمكن لاعب سامي فريوي من هجمة واحدة اللي كسبتم قبلها 3 نقاط واحتلتم المرتبة الثانية بعد شباب الأستاذ. ما هي الحلول كمدرب التي تقترحها للخروج من الفجوة التي كان يعاني منها وربما لا زال يعاني منها بعضا إن صح القول حسب تصريحك؟ يعني بالنسبة للحلول كاين حل واحد اللي لازم يكون، وهو العمل ثم العمل، لأن الحلول تجي بعد تدريبات، تجي بعد العمل المكثف والتركيز في التدريبات يعني والطموح الكبير. احنا ان شاء الله رانا نسعوا من هذا الجانب باش نوجدوا حلول في كل يعني الخطوط في الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم، وهذا يتطلب عمل ان شاء الله مع العمل المكثف نوصلوا نوجدوا يعني حلول وتوليفات يعني مغايره لكل خطه اللي نرى ننوعوا ان شاء الله. ولكن احنا مجبرين اليوم بالمنافسه والوقت ضيق باش يعني نرجعوا للمستوى اللي نطمحوا عليه. نتمنى اننا اولا
نكملوا على هذه الديناميكية، خاصة من الجانب النفسي، والنتيجة هي مهمة مهما أن الأداء مازال باش يتطور كما رانا نتمناوه، ولكن النقاط مهمة جدا خاصة في مرحلة العودة. كل نقطة يعني من ذهب، حنا راح نكافح من كل يعني دائما خاصة داخل الديار على الثلاث نقاط، ومن بعد تكون عندنا وقت إن شاء الله باش نصلحوا الأمور يعني في الخطوط الثلاث. السلام عليكم شيخ جاري عايز الجزائري. أول شيخ، منذ قدومك للمولودية شفنا المنافسة كبيرة في المناصب في صورة الحارس طوال لاعب بورديم في ربح مكانة أساسية، يعني هل شيخ راح تواصل في الثقة في بعض اللاعبين اللي يقدموا مستويات كبيرة في مقابلة شاقرة؟ ومن جانب آخر، فريق مولودية وهران فريق لا يستهان به، هذا الموسم جاب نتائج كبيرة من خارج ميدانه، وفي السابق كان يعني كل مرة يجيب نتائج إيجابية مع خمسة جوجة، يعني الفريق هذا اليوم بقيادة شيخ ميزاني وشيخ بشير فريق اللي لا يستهان به. حقيقة نظن أي لاعب اللي يدي مردود طيب يعني في المباراة راح يكون عنده أسبوع أمامه باش يحافظ على المكانة تاعو. يعني بكل صراحة عندنا الأسبوع تاع العمل، ونظن باللي في التدريبات كل اللاعبين راهم مهيئين راهم واجدين، ولكن أحيانا يكونوا تغييرات من الجانب التكتيكي، أحيانا نقدر نريح بعض اللاعبين خاصة من التعب أو من يعني نتعب حتى من الاسترجاع، خاصة عندما يكونوا المباريات قريبة لبعضها البعض. وهذا الشيء اللي نطمح ليه المباراة يعني يوم السبت، الوقت غير كافي باش نسترجعوا كل شيء، ولكن نظن باللي على العموم أي لاعب اللي يؤدي مباراة في المستوى ويعني ويجيب الإضافة للنادي، زايد يخدم في الأسبوع بجدية بانضباط كبير، حتى واحد ما يقدر ينحيه. هذا هو يعني اليوم اللاعبين راهم واعيين ان الفرق بيناتهم هو العمل، عملتهم العمل. لقاءات الديربي كان دائما عندها خصوصيتها، الكثير يتحدث على انه الفوز في لقاء الديربي سيمنح الاضاءه اللي سيمنح لديك تلك الوتبه النفسيه والانهزام كيف كان عنده تلك الوتبه سلبيه للنقاط السلبيه، لكن هل يمكن نقول بأن المباراة التي تأتي بعد الديربي هي الأهم؟ لأنه لو تفوز في الديربي وتنهزم في اللي بعده راح تخسر كل حساباتك، أو الانهزام بعد أو الفوز بعد الانهزام في الديربي تكون في الإعادة للمسار؟ والله بالنسبة لي الآن بعد ما المباراة انتهت، هي مباراة من النسيان، لأن احنا اليوم رانا نسينا مباراة اتحاد العاصمة، ورانا نحضروا في مولودية وهران بنفس الجدية بنفس الإرادة بنفس الطموح. نتمنى أن نسترجع اللاعبين من الجانب البدني من الجانب النفسي، وهذا هو المهم والأهم اليوم، حتى في الاستمرارية تاعنا لهذا البطولة هذه. رانا نسير مباراة، ونظن دائما المباراة الآتية هي المهم والأهم والأصعب، وهذا الشيء اللي تكلمنا مع اللاعبين أن الآتي هو أصعب، ونظن اليوم كل التركيز راهو على مباراة مولودية وهران، وبعد مباراة مولودية راح تكون مباراة أخرى، نمشي مباراة. المهم أننا نتمن الشيء اللي بنيناه، نتمن هذه الصحوة داخل المجموعة داخل النادي، ودائما نطمح إن شاء الله للفوز ونلعب من أجل الفوز. السلام عليكم كوتش، نحن نتمنى شكرا على البداية. كوتش، بالحديث عن جانب البدني، شفنا اليوم ديبوش دينيرجي في الديربي الاخير مع اتحاد العاصمه، هل هذا راح يشكل لكم واحد الصعوبات باش تحضروا لاعبين مباراه قويه اخرى مع مولودية وهران؟ حقيقه هذا هو المشكل، لان يعني ثلاث ايام او اربع ايام غير كافيه لتحضير المباراه القادمه، خاصه بعد ما تخرج من مباراه كبيره اللي خلات يعني جهد بدني وخاصة جهد ذهني كبير، ومن جانب النفسي اللاعبين يعني كان ضغط رهيب. اليوم رانا نسترجعوا فيهم يعني من يوم إلى يوم، نتمنى أن يوم السبت إن شاء الله يكونوا في أعلى مستوى من جانب التركيز من جانب البدني وخاصة من جانب الذهني. وجه السلام عليكم، قاضي نازل قناة الحياة. عدد النتائج، عدد ثقة المجموعة كما قلتنا الآن، الضغط سيزداد مع مرور الجولات، مش ما هي رسالة نبيل مغيز للمحبين المولودية الجزائر والفاعلين في الواحد؟ والله النداء هو يعني واحد، أننا نجمع كل القوى تاعنا وراء هذا اللاعبين ونوقفوا وراهم، خاصة الجماهير الغفيرة اللي نشكرها مرة أخرى، اللي كانت يعني بنسبة كبيرة هي اللي شاركت في الفوز الأخير، وشفنا اللاعبين حتى آخر دقيقة بقاو يهاجموا ويلعبوا يعني من أجل الفوز.
احنا نطلب ربي سبحانه ان هاد الناس اليوم يحطوا اليد في اليد وراء هاد اللاعبين ونكتفوا المجهودات، خاصه نظن اليوم مولوديه الجزائر عندها يعني منافس واحد ان صح التعبير او خصم واحد اللي هي بعد، لان مولوديه الجزائر هي خصم مولوديه الجزائر. اليوم احنا ما نخافوا حتى من الخصوم تاعنا، ولكن الخصم الحقيقي هو احنا، لازم نكونوا في المستوى يعني نحافظوا على هذا الديناميكيه هذه وندافعوا بشراسه على الحدود الموجوده في كل مباراه. ونتمنى ان شاء الله لو تكون الظروف مهيئه وكل الناس الفاعلين في النادي يعني بنيه صادقه وبيد واحد من جماهير اداره طاقم فني طبي، خاصه اللاعبين اللي لازم نحميوهم كثير لان عاشوا ضغوطات كبيره وقادرين على الضغط، ولكن الضغط الايجابي ان شاء الله احنا نحافظوا من هذا الجانب. وعلى هذا اللي نزيد الرساله الاخيره ان الجماهير يشجعوا اللاعبين هذو حتى اخر لحظه ويبقوا معهم دائما، خاصه في الاوقات الصعبه. احنا نحتاجوا الجماهير تاعنا في الاوقات الصعبه، عندما يكون الفريق منهزم او يعني متعادل او في ظروف صعبه، احنا هنا نحبوا اللاعب رقم 12 لانهم الحمد لله راهم واقفين ورا النادي ورجعوا بقوه. نتمنى ان شاء الله يوم السبت يكونوا بقوه اكثر ويوقفوا مع اللاعبين حتى اخر ثانيه، وحنا راح نكافحوا من اجلهم باش نساعدوهم ونهديو لهم الفوز دائما. كوتش كما عرفوا كاع يعني تشكيله المودية ولا يعني مجموعه المودية فيها يعني اسماء ثقيله او النجوم كما فرقون عن الفرق الاخرى، اكيد كان كل لاعب يحب انه يلعب في كل مناسبه، هذا ربما طرح بعض المشاكل مع المدرب السابق بما خاصه مع بعض الاسماء. هل نبيل غيز ربما من المدربين اللي يعمل بطريقه المداوله او عنده ربما 11 لاعبا جاؤوا ليشوفهم ومقتنع بهم؟ يعني نعطيك انا مثال كوالد علاقي ولا العماره ولا وليد رابطه، هي قيم ثابته يعني كتقنيا ولا انت تعرف احسن مني، كيف سيكون تعامل مع الاسماء اللي ربما تحب تلعب في كل مباراه؟ صراحه النجم الوحيد في مولوديه الجزائر هي مولوديه الجزائر، هي المجموعه وهي النادي، ولا واحد يعني اكبر من النادي اكبر من الناس كلهم. وباش نكونوا في قيمه المولوديه لازم نكونوا متحدين ونكونوا كمجموعه واحده قلب واحد يد واحده باش نقدروا يعني نتعاونوا مع بعضنا البعض، وخاصه في الاوقات الصعبه باش نقدروا نمثلوا الوان هذا النادي العريق وخاصه اللي عنده جماهير كبيره. نظن اليوم المولوديه فوق الجميع، لازم يعني نتعاونوا مع بعضنا البعض، لازم اليد في اليد ونمشيوا بخطى ثابته حتى يعني الشهر ماي ان شاء الله. شيخ شفت في المقابله الاخيره يعني كنت في بنك الاحتياط يعني بعد ما سلمت الاجازه، شفنا شيخ نقول الاحساس تاعك كمدرب فوق الميدان بالمدرجات يعني ماهوش نفس يعني كيفاش كان الاحساس تاعك انك كنت في ارضيه الميدان يعني تعاملت مع اللاعبين تاعك شيخ من جهه، من جهه اخرى سمعنا في مؤخرا قلت بان نبيل مغيز مناصر لفريق مثل الجزائر، سيرمون يعني عندك اوبجيكتيف تاع تروح بعيد مع الفريق هذا اللي اكد انك تناصره. والله اي مدرب عندما يمضي في فريق راح يولي مناصر تاع هذا النادي، هذه يعني بطبيعه، لان اليوم نقاتل من اجل المولوديه، ندافع من اجل المولوديه، وهذه كما يقولوا من باب الاحترافيه، وهذه شيء طبيعي جدا. اما بالنسبه يعني لدكه الاحتياط، الحمد لله ان اي مدرب يحب يكون قريب للاعبين تاعو، يحب يكون قريب للفريق ويعاونهم في الاوقات الصعبه، وهذا الشيء اللي كان يعني كنت متحمس، كنت يعني فرحان كثير لاني اليوم نقدر نتواصل مع اللاعبين، وهذا الشيء اللي خلاني يعني عشت مباراه يعني بحماس كبير باعصاب احيانا بهدوء، والحمد لله نفرح عندما اللاعبين يتجاوبوا مع يعني مع الارشادات فوق الميدان والنصائح اللي نمدوا لهم، وهذا الشيء اللي شفناه اليوم، ماهوش غير انا حتى يعني دكه الاحتياط وكل اللاعبين اللي كانوا في الاحتياط كانوا يعني على يد واحد على قلب واحد. هذا اليوم انا بصراحه لو نسير كل مباراه باللحمه اللي شفناها مع في المباراه الاخيره يعني بهذيك الروح القتاليه بالروح الجماعه بحب الفوز بالتضحيه فوق الميدان، نظن باذن الله ننهيو يعني الموسم في ظروف جيدة وفي مكانة مشرفة اللي تليق بهذا النادي وبالأنصار العريضة تاعو في الأخير يعني إن شاء الله. السلام عليكم كوتش ناصر الخزنطي، قناة الجزائر. كوتش بعد
الفوز امام الاتحاد العاصمه قد صار اصبحوا يطالبون باللقب يعني مباشره. وصرحت يعني في الندوه السابقه انه كاين ست فرق بامكانها تلعب على اللقب. هذا ما يشكلش ضغط زائد خاصه ان الانصار لا يردون يعني لغير اللقب هذا الموسم. والله أرض أنصار مولودية الجزائر دائما لا يرضون بغير اللقب، دائما في كل موسم يحبوا أن فريقهم يفوز بكل الألقاب الموجودة في كرة القدم الجزائرية وحتى الإفريقية، وهذه من طموح ومن عادات وتقاليد هذا النادي اللي موالف بالألقاب ومتعود بالألقاب، وهذا شيء عادي طبيعي جدا. كل لاعب ولا كل مدرب عندما يجي للمولودية في الأوقات الصعبة ولا حتى الأول ولا في يعني في الأخير دائما راح يكون عليه ضغط النتائج، راح يكون عليه عنده طموح كبير لأن هذا الطموح شرعي. وحقيقة يعني عندما تكون عندك نادي بثمانين ألف متفرج يعني واش راح تنتظر؟ تنتظر دائما الضغط ودائما يضغطوا عليك أكثر، ولازم تكون في المستوى من جانب الأداء من جانب النتائج من جانب الانضباط من جانب يعني العروض اللي تأديها فوق الميدان، وهذه طبيعي ومعروفة يعني عند اللاعبين وعند كل المدربين، وهذا الشيء اللي نطمحوا منه احنا ونسعوا من أجله وراح يعني نقاتل من أجله في نهاية الموسم.